الدول الستة الكبرى تطالب بالانسحاب الفوري من الهلال النفطي، وعقيلة يؤكد أن تحرك قوة حفتر جاء بتفويض من المؤسسات الرسمية وكل أطياف الشعب. مستشفى مصراتة يستقبل 4 شهداء من قوات البنيان، والقيادة الأمريكية تؤكد تنفيذ 4 غارات جوية. والكون يقول إن ليبيا لم تتلقى أي مساعدات دولية بملف الهجرة غير الشرعية رغم وعود الاتحاد الأوروبي المتكررة. أخبار 9 من قناة ليبيا بانوراما، ومشاهدينا أهلا بكم. دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين جميع الأطراف في منطقة الهلال النفطي إلى وقف فوري لما اعتبرها أعمالا عدائية والامتناع عن أي عمل من شأنه إلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية للطاقة في ليبيا. وشدد الاتحاد في بيان له على وجوب أن تظل الموانئ النفطية تحت السيطرة الحصرية لحكومة الوفاق التي يعتبرها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد. وحتى الاتحاد من وصفها بالميليشيات والجماعات المسلحة الموجودة إلى احترام سلطة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا حسب البيان. قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتليوني إن العمليات العسكرية التي بدأت الأحد الماضي في منطقة الهلال النفطي تزعزع عملية السلام في البلاد، وفي إحاطة برلمانية ثلاثاء عن تطورات الأوضاع في ليبيا أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي. ذكر جنتليوني بأن الهلال النفطي يحوي مقرات للمنشآت النفطية لشركات عالمية، مبينا أن الوضع على الأرض غير مستقر أبدا في الوقت الراهن حسب وصفه. أذانت وزارة الخارجية التركية سيطرة القوات التابعة لحفتر الاثنين على موانئ نفطية رئيسية بمنطقة الهلال النفطي. وبحسب بيان صادر عن الخارجية التركية، فإن الهجوم على منطقة الهلال من شأنه زعزعة الاستقرار في البلاد. وأكدت الخارجية التركية عبر موقعها الرسمي أن خطر هذه الهجمات لا يطال فقط حرس المنشآت النفطية، إنما يطال الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإعادة تشغيل المنشآت النفطية والجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد. ذكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن أسباب توجه قوات حفتر إلى منطقة الهلال النفطي والسيطرة على موانئ النفط تهدف إلى الحفاظ على المصادر الرئيسية لقوت الليبيين، مشيرا إلى أن تحرك القوات جاء بتفويض من المؤسسات الرسمية ومن كل أطياف الشعب الليبي في جميع أنحاء ليبيا لتحريره من معرقلي تصدير النفط الليبي الذي أثر سلبا على حياة المواطنين في ليبيا. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المرمي إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح أصدر تعليماته إلى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط وحرس المنشآت النفطية. يذكر أن قوات تابعة لحفتر شنت هجوما الأحد الماضي على الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي. حثت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية قوات موالية لحفتر على الانسحاب من موانئ نفطية رئيسية كانت سيطرت عليها في اليومين الماضيين على الفور ودون شرط أو قيد، فيما دعا المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا هذه القوات إلى الكف عن أي تصعيد عسكري. القوات الموالية لحفتر والتي سيطرت على موانئ راس لانوف والسدرة والزويتين والبريغا تنذر بإثارة الصراع على الموارد النفطية من جديد وعرقلة جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإحياء إنتاج وتصدير النفط. الرد من المجتمع الدولي لم يتأخر، فقد صدر بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة تدعو فيه كل القوات العسكرية التي دخلت الهلال النفطي إلى الانسحاب على الفور ودون شروط مسبقة. وأدانت القوى الغربية الهجمات على الموانئ وأكدت عزمها على تنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط غير مشروعة، مضيفة في بيانها إن البنية التحتية النفطية وإنتاج النفط وتصديره يجب أن يظل تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني. وفي بيان منفصل عبر مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عن قلقه الشديد بسبب القتال حول الموانئ النفطية
ودعا القوات التي سيطرت على الموانئ إلى الكف عن أي تصعيد عسكري جديد. وقال كوبلر إن الهجمات على الموانئ النفطية تزيد تهديد الاستقرار وتؤدي إلى انقسام أكبر للبلاد، وأنها تحد من صادرات النفط بشكل أكبر وتزيد من معاناة الناس على حد قوله. قال مصدر طبي بمستشفى مسيرة المركزية أن المستشفى استقبل الاثنين أول أيام عيد الأضحى 4 شهداء من قوات البنيان المرصوص من محاور القتال ضد تنظيم الدولة في سرت. وأوضح المصدر أن الشهداء تم استهدافهم من قبل قناصة تابعين للتنظيم، وانفجار لغم أرضي زرع قرب مساكن منطقة الجيزة البحرية وسط المدينة. من جهتها أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إفريكوم أنها نفذت 4 غارات جوية في سرت الأحد الماضي ضمن عملية برق الأوديسا التي طالبت بها حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ ضربات جوية محددة ضد تنظيم الدولة في سرت وضواحيها، ليصل مجموع الضربات الجوية إلى 143 ضربة منذ بدايتها والتي انطلقت في أغسطس الماضي. كما أعلنت الحكومة الإيطالية تخصيص 500,000 يورو لعمليات إزالة الألغام، جاء ذلك في إحاطة وزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين باولو جنتيليولي وروبرتا بيونيتي أمام البرلمان الإيطالي، والتي تم فيها الكشف عن عملية أبوقراط والتي تعنى بإقامة المستشفى الميداني الإيطالي في مصراتة. يشار إلى أن وكالة الأنباء الإيطالية أكي ذكرت أن مجلس النواب الإيطالي أكد في بيان له أن لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع لمجلسي النواب والشيوخ ستجتمعان للاستماع للوزيرين اللذين سيتحدثان عن الأوضاع في ليبيا. قال مصدر حكومي إيطالي إن السلطات الإيطالية ستقيم مستشفى عسكريا في ليبيا بطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالقرب من مطار مصراتة، وسيعمل فيه نحو 100 طبيب وممرضة وسيحرسه نحو 200 جندي. وأضاف المصدر أن إقامة المستشفى ستكون أسرع وأكثر فاعلية للمساعدة في علاج جرح قوات البنيان في معركتهم الأخيرة ضد التنظيم في سرت. تسلمت المراكز الصحية في أبو هادي والسواوة وجارف والقرضاوية بمنطقة سرت شحنة من التطعيمات الطبية وأدوية مرضى السكر والأمراض المزمنة مقدمة من جهاز الإمداد الطبي فرع الوسطى. وقال مسؤول مكتب الرعاية الصحية الأولية محمد عبد الرحمن إدريس إن التطعيمات الخاصة بالأطفال المواليد من عمر الولادة وحتى عام ونصف وكميات من أدوية السكر وصلت المراكز الصحية بسرت، مشيرا إلى أن شحنة التطعيمات تقدر بأكثر من 500 جرعة. قال نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موسى الكوني إن ليبيا لم تتلقى أي مساعدات دولية من الحكومات ذات العلاقة بملف الهجرة غير الشرعية، رغم الوعود الدولية المتكررة لمساعدة البلاد في هذا الملف. وحول تعرض بعض المهاجرين لأعمال عنف أكد الكوني أن ما يحدث من انتهاكات إنما تحدث بعيدا عن مراكز الإيواء الرسمية التي تضمن توفير الحماية والرعاية اللازمة للموقوفين رغم عجز الإمكانيات. أكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية عقيد بحار أيوب قاسم إطلاق سراح ألمانيين كانا قد أوقفا من قبل خفر السواحل الليبي بعدما دخل المياه الليبية على متن زورق. وأضاف قاسم أن الشخصين الموقوفين يعملان في منظمة لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، هذا وتشهد السواحل الليبية في جهتها الغربية تصاعدا في حركة الهجرة غير الشرعية، حيث يخوض المهاجرون الساعون إلى بلوغ أوروبا سباقا مع الوقت ليتسابقوا أو ليستقلوا مراكب الهجرة قبل حلول فصل الخريف.
وصل مئات المهاجرين السالمين إلى جزيرة صقلية الإيطالية الاثنين بعد إنقاذهم من قوارب في البحر المتوسط. وأوصلت السفينة أم في فينيكس التابعة لوكالة إنقاذ 400 شخص تم إنقاذهم الجمعة ونقلهم إلى ميناء أوغستا. وحملت سفينة أخرى تابعة للوكالة وهي السفينة ريس بروند 286 مهاجرا إلى ميناء بوتسولو. وكان خفر السواحل الإيطالي أنقذ خلال اليومين الماضيين نحو 3400 مهاجر، أغلبهم كانوا على متن قوارب مطاطية. أشار وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيليوني إلى زيادة ملحوظة في تدفق المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية خلال الأسبوعين الماضيين، وأعلن أمام اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في مجلس النواب والشيوخ الإيطاليين الثلاثاء عن انطلاق تعاون فني بين روما وطرابلس للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأكد جنتيليوني أنه لأول مرة نشهد تعاونا فنيا مشتركا بين حكومة الوفاق وتقنيين من وزارة الداخلية الإيطالية لتحديد أسباب التدفقات وإيجاد وسيلة للحد من هذه الظاهرة. لأول مرة نشهد تعاونا فنيا مشتركا بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الإيطالية. هذا ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في اجتماع مشترك الثلاثاء للجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين حول ليبيا. جنتيلوني أكد على تعاون يضم خبراء يتبعون وزارة الداخلية الإيطالية ووزارة الداخلية الليبية، وذلك لتحديد أسباب التدفقات والوسائل المناسبة للحد من هذه الظاهرة والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الأيام بحسب جنتيلوني. البحرية الإيطالية كانت قد أنقذت قرابة 3400 مهاجر غير شرعي خلال اليومين الماضيين، كانوا يستقلون زوارق مطاطية باتجاه إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية، مصرحة بأن العمليات شاركت فيها سفن إسبانية وأخرى إيرلندية والعديد من زوارق المسعفين المتطوعين. وقد بلغ عدد الزوارق المطاطية المنطلقة من ليبيا 17 زورقا بها عدد كبير من المهاجرين من بينهم نساء وأطفال. وفي إحصائية مقارنة مع شهر أغسطس من هذا العام والسنوات السابقة، يعتبر هذا العام أكثر هدوءا بقليل من السنوات السابقة، إذ أن مجموع الوافدين إلى إيطاليا قبل عمليات الإنقاذ التي تمت في الأيام الماضية قد بلغ أكثر من 100,000 شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. العاصمة الجزائرية تستعد لاحتضان مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية منتصف شهر أكتوبر القادم. في بوابة الخمسين التي تبعد 50 كيلومتر غرب مدينة سرت. كل عام وأنا سعيد في ظل حلم جديد، كل عام وأنا سعيد وعمري يولد من جديد بوجودك أنت في قربي، لن أشعر أني وحيد. هل حاولت في يوم تفهم معنى فساد المال العام؟ مثلاً حسام موظف في مكان عام
رفض يقبل ملف شاب لأن ورقيه ناقصة. الشاب يبدي يختصر الموضوع وعطيه حسام رشوة. والرشوة بكل أنواعها نوع من أنواع فساد المال العام. حسن حتى هو موظف في نفس المكان وصاحبه يظن عليه يبيه سايرة، لكن في وقت الدوام. وعدم إعطاء الساعات الكاملة ليوم العمل حتى هو من فساد المال العام. وأخيراً وليس آخراً، زياد زميلة فهمة إن ما حد مدورة أو يتابع فيه، هي مش راح يدور حد ولا شيء، ويبيه يتم خدمته بأي طريقة أو يأجلها. وعدم إتقان العمل من أساسيات فساد المال العام. لكن الحمد لله، زي ما في موظف ما ينفعش، فيه موظفين كويسين زي حسام لما رفض الرشوة. شلت الكويس كيف ما عنديش فيه الجوال. حسن لما اعتذر من صاحبه. معلش سامح. وزياد لما أصر يكمل خدمته. كيف نعدل الحد يا خدمة ناس؟ فياريت يكونوا قدوة ليك. حملة مسؤوليتي أنت الحل عن فساد المال العام. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، والآن ننتقل بكم إلى نقل مباشر لجلسات مجلس الأمن الدولي حول آخر الأحداث داخل منطقة الهلال النفطي. نتابع. لأم جراحي الماضي، وعلينا أن نساعد الليبيين على أن يجدوا في نفسهم إرادة الصفح والعفو وتجاوز الماضي وبناء مستقبلهم سويا. لا يمكن لأي مصالحة أن تنجح إن ده لم يشارك الجيل المقبل بشكل حثيث. إن 70% من الليبيين هم دون السن 35، وهذه الشريحة الأساسية من المجتمع يجب أن يسمع صوتها لصقل مستقبل ليبيا، كما أن هجرة الأدمغة تعد مشكلة أساسية لهذا البلد. ومن أمثلة المصالحة التي ألهمتني أود أن أشير إلى الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين ممثلين من مدن مصراتة وتورقة في 31 أغسطس. إن هذا الاتفاق هو نتاج أشهر من الجهود الحثيثة والشجاعة من الطرفين. يسرت لها شعبة حقوق الإنسان التابعة للأنسمير، وأود أن أهنئ جميع المشاركين، ويسعدني أنه بعد سنوات طويلة فإن المشردين داخليا تمكنوا من البدء في العودة إلى ديارهم قبل انتهاء هذا العام. إن هذا الاتفاق يجب أن يمنح بصيصا من الأمل للمشردين داخليا في البلاد، وعددهم 435,000. وسأتحدث عن ملاحظتي الرابعة والتي كثيرا ما يجري تجاهلها، ألا وهي الأوضاع الاقتصادية. سيداتي سادتي أعضاء المجلس، إن جهودنا لن تؤتي ثمارها إلا لو واجه الليبيون الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. إن ليبيا تزخر بالموارد الطبيعية ولكن اقتصادها على شفير الانهيار. إن الإنتاج النفطي في أدنى مستوياته، الإنتاج يبلغ 200,000 برميل يوميا مقارنة ب 1.4 مليون بعد الثورة. وإن إنفاق الحكومة على المرتبات والدعم يبلغ 93% من إجمالي الميزانية. إن 1.6 مليون من أصل جميع سكان ليبيا وعددهم 6 ملايين، هذا يعني شخص على الأقل في كل أسرة يتلقى مرتبه من المصرف المركزي. إن نسبة العجز في الميزانية هي 75%، وأدى ذلك إلى فرض رقابة صارمة على رؤوس الأموال وشح في السيولة. إن الليبيون ساخطون لأنهم لا يستطيعون الحصول على أموالهم، ولأن العملة تتدهور قيمتها تدريجيا، وإن جميع أسس الاقتصاد بحاجة أن تعالج بشكل سريع لأن تتمكن ليبيا من التعويل على احتياطها من العملة الأجنبية. إن اقتصاد الحرب يجب أن يحل محله اقتصاد السلام. إن إنتاج النفط يجب أن يستأنف، ولا بد من أن تكون النفقات متناسبة واحتياجات البلاد، ومن ثم لا بد من فتح أنابيب
النفط، ولابد من توحيد المؤسسات المالية، ولابد من الموافقة على ميزانية وطنية. سيداتي سادتي، إن ليبيا أمام مفترق طرق، إن المجال السياسي قد انفتح وهناك شيء من التقدم في التصدي للإرهاب، ومع ذلك فإن الشقاق السياسي يتفاقم، واليوم أكثر من أي وقت مضى لابد من التصرف بشكل حازم لإقناع الليبيين على بناء مؤسساتهم بشكل شامل ومنفتح. ختاما أود أن أشكر زميلي العزيز نائب علي زعتري على قيادته وريادته كمنسق مقيم في ليبيا، لطالما قدرت تحليلاته الوجيهة ودعوته بلا كلل لحماية الضعفاء والمستضعفين في المجتمع الليبي. أتمنى له كل النجاح للتحديات الجسيمة التي سيواجهها بصفته منسقا إنسانيا في سوريا. سيداتي سادتي، أتطلع للاجتماع الوزاري بخصوص ليبيا في 22 من سبتمبر على هامش الجمعية العامة لكي نبين تماسك والعزم كمجتمع دولي في إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه آخر المستجدات داخل جلسة مجلس الأمن الدولي حول آخر الأحداث الهلال النفطي والوضع الاقتصادي المتردي للدولة. كما أشار كوبلر، أيضا أضاف بأن ليبيا على مفترق طرق والانشقاق السياسي يتفاقم ويجب على الأطراف التوافق في أقرب وقت. احتفل الشعب الليبي الاثنين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أقيمت بهذه المناسبة صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات العامة في كل المدن والمناطق الليبية اقتداء بالسنة النبوية. وتناول الخطباء المعاني السامية في هذه المناسبة الدينية العظيمة التي يحييها الليبيون هذا العام، وهم يستقبلون العيد بالتسامح والتراحم وتوحيد الجهود للمساهمة في البناء والنهوض بليبيا. بدأ حجاج بيت الله الحرام الثلاثاء أول أيام التشريق الثلاثة التي يقضي فيها الحجاج في مشاعر منى ليلة الحادي وعشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد التعجل. وبحسب وزارة الداخلية السعودية فإن أي حوادث لم تسجل في موسم هذا العام، حيث تجرى المناسك في يسر وسهولة. والمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير نتابع. حجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم نحو مليوني حاج رمي الجمرات الثلاثة في أول أيام التشريق، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة بعد يوم النحر، حيث يرمي الحجاج في هذه الأيام الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى. وكان حجاج بيت الله الحرام قد أنهوا الاثنين شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم عيد الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر، في يسر وسهولة ودون أن تسجل أي حالات تزاحم عند منطقة جسر الجمرات. وزارة الداخلية السعودية قالت خلال مؤتمر صحفي إنه لم يحدث ولم يرصد ما يعكر صفو أمن حجاج بيت الله الحرام، وإن أمنهم وسلامتهم مستمرة في كافة مراحل آدائهم للنسك، وأيضا خلال تواجدهم وحتى مغادرتهم الأراضي المقدسة. تابعنا أشياء كثيرة عبر وسائل الإعلام، وفي كل مرة نسمع شيء من مثل هذه التهديدات أو أعمال التحريض كنا نتمنى لا تكون صحيحة، ولكن نأخذنا كل شيء الحقيقة بعين الاعتبار ونراعي كل شيء، لأنه الأمن سلامة أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم وهدف رئيس للمملكة العربية السعودية. ويشار إلى أن أعدادا كبيرة من الحجاج قد أدت طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وعادوا للمبيت في منى، وسيواصلون رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة. تستعد العاصمة الجزائرية لاحتضان مؤتمر للمصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية. المؤتمر يتوقع أن يعقد منتصف شهر أكتوبر القادم في حال نجاح هذه المساعي. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا مارتن كوبلر قد زار الجزائر الأسبوع الماضي وعقد اجتماعات هامة مع سفراء الدول المهتمة بالملف الليبي كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر وقطر والإمارات. وقد يكون اجتماعه بمسؤولين جزائريين ذا صلة بالتحضير لهذا المؤتمر.
ألقت قوات حرس الحدود الجزائري القبض على 84 مهاجرا سريا من جنسية مغربية بولاية تلمسان الحدودية مع المغرب. وقال حرس الحدود في بيان إن العملية الأمنية تندرج في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ولم يوضح البيان المكان الذي كان المغاربة بصدد التوجه إليه، ويأتي اعتقال هؤلاء بعد 9 أشهر من قرار السلطات الجزائرية منع أي مغربي من التوجه إلى ليبيا انطلاقا من أراضيها إذا كان لا يملك ترخيصا بالعمل. أعلنت قوة الردع الخاصة إطلاق سراح 60 سجيناً من الموقوفين بقضايا جنائية مختلفة. وقال المكتب الإعلامي للقوة إن الموقوفين تم تسليمهم من قبل أهاليهم لإعادة تأهيلهم داخل مؤسسة معتيقة والتي يوجد بها مركز إصلاح وإعادة تأهيل للموقوفين، حيث تقدم لهم الدورات في بعض المواد العلمية وقراءة القرآن، إضافة إلى تدريبهم على بعض المهن الحرفية في مجال التدريب والتكوين المهني. وقال المكتب إنه سينشر خلال الأيام القادمة مقاطع فيديو لإعادة تأهيل المساجين. مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم. وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين: الدول الست الكبرى تطالب بالانسحاب الفوري من الهلال النفطي، وعاجلة يؤكد أن تحرك قوات حفتر جاء بتفويض من المؤسسات الرسمية ومن كل أطياف الشعب. مستشفى مسرات يستقبل 4 شهداء من قوات البنيان، والقيادة الأمريكية تؤكد تنفيذ 4 غارات جوية. والكوني يقول إن ليبيا لم تتلقى أي مساعدات دولية بملف الهجرة غير الشرعية رغم وعود الاتحاد الأوروبي المتكررة. والآن مشاهدينا نترككم لمتابعة ما تبقى من جلسة مجلس الأمن حول آخر الأحداث في منطقة الهلال النفطي. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.